Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. محمد اوزين وزير الشوارد معنا الصباح عليك تخدم مرحبا غادي نبداو راه كاين ديجا كيسيونير شرح لنا باسكو كاين بزاف الحوايج خاصكم تشرحوا لنا حيت ما فهمناوش ما فهمناهمش مزيان من دابا شويه على ايت راديو تسولوا محمد اوزين اي سؤال اللي بغاو كل شيء حتى اللي ما بغاوش كاع 0 5 30 300 300. غادي نرجعوا لاخر مره كنتي معنا محمد وزين على ايت راديو كانت في فيفري اللي فات اي قلبنا على لي بروميس على الوعود اللي قلتي على شي حوايج قلتي غتصوب من دابا شهر ودابا شهرين من هنا دوك نسمعوا باش ما تقولش حنا نسمع هو ان راه الا ما رجعناش الرياضه للمدرسه الا ما رجعناش الرياضه للجامعيه للمدرسه المدرسيه ما رجعناش الرياضه للحي طبعا راه ما يمكنش نحلموا بالنتائج باش فعلا نقدروا نمشيو لديك لايسيس ديك بحال كنا كنديروا سيت كومونس لايسيس لا ريفيشيوس ضيعناها مثلا بحال هذه دابا كما قلت مراد هذه مثلا التجارب اللي نجحات واللي يمكن فرطنا فيها فاليوم كاين تفكير جدي مادام كنهضروا على العمل القاعدي وكنهضروا على التكوين اننا نرجعوها وحنا ان شاء الله سا كومونس كون مسيو كاين واحد اللجنه مشتغله ديجا على هذا الشيء ان شاء الله في هذا الشهر في هذا الشهر القادم ان شاء الله نقدر نقول لك في ان شاء الله غادي ندخلوا الاجراء اش كاين شكرا طبعا فعلا هذا كان توجه اليوم نقدر ناكد لك بان فعلا عندنا شراكه عندنا اتفاقيات مع وزاره التعليم العالي مع وزاره ديال التربيه الوطنيه وايضا حتى الرياضه تحدث على الرياضه في الاحياء درنا الدوري ديال الاحياء ايضا كنتنظم في رمضان واللي بغينا نحولوه لواحد الدوري وطني واللي فعلا كان نجح لان كانت واحد المجموعه ديال المدن اللي عرفت الانتعاشه فيما يخص يعني هاد الدوريات الرياضيه المساله ديال التعليم في العالي فاش تحدثنا هضرنا على درت على المدرسه لان ما يمكنش ما عندناش خيار اخر من غير اننا نرجعوا الرياضه ايضا للمدرسه والجامعه الاتفاق شنو هو ان غادي اختارينا واحد 6 أو 7 ديال الجامعات اختارينا مبدئيا وقيلا كنظن 7 ديال الجامعات اللي ركزنا عليهم هاد الجامعات اللي عندهم واحد البنى ارضيه يعني واحد البنيه تحتيه رياضيه يعني ما كيسي بخيت 100 ولا اللي غادي نزيدو فارونفورسي غادي حنا نحاولوا ندعموها باش فعلا نركزوا عليها ونعطيو اختصاصات ديال يعني واحد واحد تخصص لهاد الجامعات في واحد الاصناف الرياضيه معينه ترد البال هضرنا على هادشي هضرنا على فيه في مارس فعلا اللجنه عطاتنا التصور في مارس ولكن الاجراء لايسنس اللي هضرنا عليها مع التعليم مع الوزاره ديال التربيه الوطنيه ما يمكنش نديروه في 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 يعني في نصف السنه غادي نديروه في الدخول المدرسي اللي هو هاد السنه هذه ان شاء الله هو في الدخول علاش لان لايسنس شنو هي ان دوك اللي كنتحدثوا عليها هي ان السوايع ديال الرياضه ما تبقاش ساعه او جوج كيديروا التيرمون كيمشيو فعلا غادي يكون واحد التركيز على الرياضه في يعني فيما يشبه واحد النوع من الاختصاص اذا الاختصاص ما يمكنش نديروه فوسط السنه اذا تم الاتفاق ان في هذا الدخول المدرسي ان شاء الله هو فاش غادي فعلا غادي نفعلوها ما عرفتش فهمتيني شنو قلت لك ولا ما فهمتلكش لان فاش كنهضروا على لايسيس بالشكل باش كانت يعني كانوا بحال كما كنديروا ديك لا سيكسيون انجليز سيكسيون اسبانيول اللي عقلتي الموند يعني كانوا السويع كثار اذا فاش كنديروا السويع كثار ما يمكنش فوسط السنه غادي نجيو وغادي ندير اذا كان تم الاتفاق على انه مباشره من بعد الدخول ان شاء الله باش يتنظموا لي زومبلوا دو طون على حسب باش يتنظموا الى اخره ثاني حاجه اللي كنتي قلتي فاش كنتي معنا اخر مره هنا في الاستوديو باسكو هضرنا في التليفون مي اخر مره كنتي معنا في الاستوديو قلتي فاول ان شاء الله من هنا في 4 شهور القليله القادمه غادي نعلنوا على كارت جان واللي كتعطي واحد المجموعه ديال الامتيازات للشباب عطينا الكارت ديالي فين لاكارت ديالي؟ لا واجده لا هذه بلاتي غنتفقوا الله يرضي عليكم فعلا لاكارت جون هضرت على جوج ديال المشاريع اون فيت هضرت على لاكارت جون وهضرت على التشغيل الذاتي جاهزين اليوم فعلا جاهزين كنا كنتظروا يعني بعد اللي بعد التصويبات ديجا جوستمون صغار لان فاش درنا دابا لاكات لا كنقدر نقول لك جاهزه عندنا دابا كنخدموا على فاش كنقول لك جاهزه شنو هي جاهزه ان لوفر يعني العرض اللي كان عندنا فيه مشكل اليوم عندنا موجود بقات لينا لو سيستيم دافورماسيون يعني خاصنا كيفاش لان رد البال راه كنهضروا على واحد لاكارت اللي فيها اللي غادي تكون يمكن غادي توجه لا ماشي امتيازات اللي غادي توجه لتقريبا ثلث ساكنه المغرب اللي هما الشباب الا ما كانش ثلثين الى دابا كاين نقاش على العمر يمكن غادي يمشيو بها من 15 حتى 30 سنه الا مشينا 15 30 سنه راه حنا غادي نكونوا كنستهدفوا تقريبا نصف ساكنه المغرب غادي يوصلوا 14 مليون يعني مستفيد لذلك فالكم الهائل اللي يعني اللي سيبلي يعني المستهدف كيخلينا دابا حنا العرض وجدناه ولكن دابا كنشوفوا غير لو سيستيم دانفورماسيون كيفاش كومون سونتراليزي سا باش يكون عندنا واحد لو دغوا دغوكا باش نقدروا نتحكموا فعلا في ديك لاكارت بالطريقه اللي غادي تكون فعلا صحيحه ولكن كناكد لك هذا المشروع ان شاء الله في هذا الدخول هذا واجد لاكارت وجدت هذه واحد الشهرين او 3 شهور المشروع ديال لومبلويابيليتي راك شفتوا راه اللي كنعطلنا فيه هو التوقيع مع البنك الدولي واحد عاد وقعنا معاه في عقلتي في رمضان في هذا الدخول ان شاء الله غادي ندخلوا في الاجراءات هادشي اللي كنقول لكم ما ساهلش لان راه ما كنشتغلش بوحديتي كوزاره الشباب والرياضه كون كنشتغل بوحديتي كون يمكن نحل مجموعه ديال المشاكل ولكن الاشكال الحقيقي اللي كان هو اننا كنا كنتعاملوا مع الاشكاليه
ديال الشباب من واحد المنظور قطاعي. اليوم دخلنا واحد مجموعه ديال الشركاء، يعني فاش كنقول شركاء راه كاين واحد 21 او 25 او 30 شريك، وبالتالي هذا الشيء كيقتضي التشاور والتشارك وطبعا كياخذ لنا شويه الوقت. ولكن شوف نقول لك راه يمكن الوعود راه هذا التاريخ كيسجل، احنا 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 ملزمين بها بالمطالبين اننا فعلا نكونوا في هذه الانتظارات. ولكن لان غير جو سوي ان بو سامباتيزون ديال بلطو لابروش ديال سكي كونت لو بلوس سي با لو تومي لا ديستيناسيون غاديين، يعني التوجه فين 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 غاديين هو اللي كيهمني. طبعا هذا التوجه ما خصوش ياخذ وقت كبير، ولكن انا كنشرح لك بان فعلا فاش كيكون التشاور وكيكون التشارك كتكون واحد الكلفه انكو اللي سميتو الوقت. واخا نهضروا على اللي قلتي لنا في فيفري اللي فات، بقاو لنا خمسه ديال الجامعات في هذه الشهور القليله القادمه ان شاء الله غادي نفضيو منها باش ندخلوا ايضا المرحله ديال التعبئه والمرحله ديال التكوين والمرحله ديال العمل القاعدي. العمل القاعدي والجامعات اللي كان ديك الساعه خاص على قبل القانون الداخلي. الجامعات فعلا فعلا انا فعلا نقول لك واحد القضيه، عطيت رد البال دابا هذه عام ونص وانا اتفقنا على اننا غادي ندخلوا للسنه ديال الشرعيه. يعني العبات خصنا نحبسوا عباد الله، واش دابا الناس كتسنى النتائج، كتسنى التعبئه، كتسنى توسع القاعده الممارسين، وحنا مازالين كنهضروا غير هذا فات اربع سنين، هذا باقي ما بقاش عنده الحق يكون، هذا مقاتل مع هذا، هذا مدبز مع هذا، يعني هذا نوع من العبات. فعلا الحمد لله اليوم نقدر نقول لك هذا الورش نجحنا فيه. بقاو لي جامعات، جوج ديال الجامعات بقات لي التايكواندو ما بغاوش يتفاهموا لي، غالبا غادي يمشي للجنه مؤقته، وانا قلت بان اللجنه مؤقته ما بغيتش نديرها، وبغيتهاش تحسب كاع في هذا العدد. وعندي الباسكت ايضا ما بغاوش يتفاهموا لي. الاشكال اللي عندي دابا اليوم ماشي عندي مشكل ما بين الوزاره والجامعه، هذا عندهم اشكال ما بيناتهم كما كنقول دائما، يعني واحد الفصائل اللي متقاتله متناحره. ولكن اسمح لي ما يمكنش حنا غنبقاو نضيعوا الوقت، الوقت كيمر، لذلك اليوم ما كيخليوليش اي خيار اخر من غير انني غادي ندخل يعني باش نصلح الامور. وكنظن بعد سنه ونص ومن بعد الوعود، لان الغريب في الامر هو ان شكون اللي كيتحاسب في اخر المطاف؟ انا ما كندبرش هاد الاصناف الرياضيه، ما كندبرش الجامعات، ولكن انا اللي كنتحاسب على الجامعات. اذا هنا غادي نكون مضطر انني غادي ندخل. انا قلت لك ما بغيتش ندخل في الكوميتي بروفيزوار اللجنه المؤقته، ولكن هنا ما كيخليوليش الحل، ما كيخليوليش خيار، غادي ندخلوا في اللجنه المؤقته باش فعلا نطويو هذه الصفحه. بقات لنا الجامعه ديال كره القدم، جامعه كره القدم راه ان شاء الله في تم الاتفاق على الشهر القادم ان شاء الله في 12، لان حنا قلنا في الاخر ديال هذا الشهر هذا، ولكن طبعا على التصويت غادي يكون باللائحه. كاين تشاور، كاين يعني كاين اتصالات، كاين مشاورات الى اخره، فطلبوا منا الاخوان اننا نمددوها تقريبا لواحد 12، ما تفوتش 12 شهر من 12 بالشهر الجاي. قلنا ما كاين حتى شي اشكال الا قديتوا في 12 شهر 12 اكتوبر ان شاء الله. 12 اكتوبر ان شاء الله يكون. واخا رئيس الجامعه يتبدل ديال الكره؟ الى رجعنا للتصريح ديالو فكنعتقد انه ما بقاتش عنده رغبه انه يعاود يرجع، وبالتالي فاكد عليها ماشي في مناسبه ماشي جوج، وهادشي تنقلته وسائل الاعلام، فاعتقد ان غادي يكون مرشح جديد للجامعه ان شاء الله. ما عندك حتى شي مشكل مع رئيس جامعه الكره؟ الله يودي، صديق واخ عزيز وكنا له كل التقدير والاحترام. الحاجه اخرى اللي تقالت في الانترفيو تاع فيفري فيما يخص الشباب، نفس الشكل الشباب الناس كيقولوا الان باقي ما دار حتى حاجه، اكيد باقي ما دار حتى شي حاجه، لان عاودنا كل شيء، عاودنا استراتيجيه، والاستراتيجيه كانت في صلب الحوار ديال الشباب، وبغيناها تجي من الافكار ديالهم، من الاراء ديالهم، من الاقتراحات ديالهم. وان شاء الله هاد السنه هذه غادي باسي لا فيتاس دو كروزيير اي اون فادي فري لا فيتاس دو كروزيير تمام. الوغ هنا كنهضروا على جوج حوايج فاش كنهضروا على شي ديال الشباب. فعلا هضرنا على كاين الاستراتيجيه ديال الشباب، اللي هذه الاستراتيجيه هذه تقريبا واحد نقدر نقول لك واحد شهرين ما كانش ثلاث اشهر، وهي على مستند السيد رئيس الحكومه باش يصدق عليها. كنتظر غادي يردها ليا وتدوز في المجلس الحكومي ان شاء الله باش فعلا يتم المصادقه عليها، لان انا رد البال عاوتاني راه هذاك الشيء اللي راه ماشي بوحديتنا، راه كنهضر على حكومه، راه ماشي على قطاع، يعني راه كتصاوب واحد كتكلف بواحد الملف كتنهيه، راه كتحيلو على جهات اخرى، اذا هادشي كياخذ وقت. بلاتي المساله ديال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الحمد لله اليوم عندنا واحد الاطار، عندنا واحد اللجنه منكبه على باش عطينا واحد التصور ديال هذا المجلس، وهذا التصور هذا مبني على التوصيات اللي خرجت في الحوار ديال الوطني للشباب. عام طبعا اللي خدنا هادشي، لان عرفتي علاش عام؟ لان راه انا قلت لك راه ماشي بوحديتنا، كاين واحد 20 قطاع، وكان التجميع ديال داكشي كامل ديال الحوار الوطني اللي كان في المغرب، واللي كان استهدف تقريبا واحد 30,000 شاب وشابه، باش يتم التجميع ديالو، باش يتم عاوتاني العرض على اللجنه وعلى الوزارات المختصه الى اخره. اذا فعلا كياخذ وقت. مع كامل الاسف كاين وخصنا نعترفوا بها، يعني حتى التعامل ديال الاداره اليوم يعني مطبوع بواحد النوع من السلحفاتيه، يعني ثقيل، يعني ما بغينا هاد لا فيتاس دو كروزيير كنهضروا عليها، ولكن مازال ما لقيناش داك لو ديكليك باش فعلا نكونوا شويه، لان مازالت العقليه، ومازال دي، ومازال جيب، والكوري ودوز البيرو دوردرو، يعني هادشي كيولا كيدوز بواحد الثقل فعلا خصو يتعاود فيه النظر. هاد الصباح مسيو مينيستر اون فوا بروفيتي باسكو حدا راسك بلا كوب دو موند دي كلوب، واش
حنا قادين على لا كوب دي موند دي كلوب ماشي ساهل تنظم لا كوب دي موند محمد وزين شرح لينا كيفاش كتنظم لا كوب دي موند دي كلوب لا كان شنو 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 المهم اسكي باسكو كاين كوستيون شنو كيفاش كتنظم غير على هذيك حدي راسك كما قلت لك الحادي الله راه خصنا نحديو راسنا هذه اتونسيون راه ماشي ديال لا كوب دي موند ماشي ديال محمد وزين بوحديتو ديالها مساله ديال المغاربه كاملين حتى انت خصك تحضر راسك معايا في هذه القضيه لان حتى انت مطالب انك تعاون وتعبأ باش تنجحوا هذه التظاهره لانها وجه المغرب ما فيهاش الوزاره ولا فيها شكون جابها او شكون ما جابهاش دابا اليوم حنا امام واحد التحدي كما قلت في الدواء الصحفي حنا عندنا عرس هذا العرس دابا خصنا ننجحوا انا قلتها عرس فاش كيجي العرس كيجي كيتخطب هذا الشيء معروف ثقافتنا كيجي العرس كيتخطب الولد كيتخطب البنت او كيخطب الولد يمكن كنلقاو راسنا دابا واحد الفيتا كومبلي خصنا ننجحوا ذاك العرس يمكن حتى الامكانيات ما كتكونش عندنا ولكن كنبغيو ندوزوا ذاك العرس في ابها حلا وفعلا باش باش في احسن صوره الى اخره فنفس الشكل هذا عرس مغربي فعلا انا ما غاديش نرجع للور نقول علاش جا قدينا عليه وما قديناش عليه لان اليوم انا كندبر واحد يعني واحد الحاله اللي خصني ننجح وبالتالي واش 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 قدينا عليه او ما قديناش عليه كنظن الا كانت التعبئه وكان الانخراط ديال الجامع غادي نقدوا عليه علاش لان فعلا دابا الخلفيه شنو هي انت السؤال ديالك شنو 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 هو شنو كنربحوا فيه ولكن قبل نقول شنو كنربحوا شنو كيكلفنا لان فعلا كاين واحد لا كوسيون اللي كنعطيو اللي كتوصل تقريبا واحد 320 مليون ديال الدرهم عطينا النصف ديالها شنو الكوسيون اللي كتعطاو فيها واحد ضمانه كتعطى يعني كتعطى هذه عرف معروف يعني فاش كاع في التنظيم ديال التظاهرات بحال بحال هذا الحجم هذا يعني الدوله كتعطي واحد لا كوسيون دابا حنا خصنا كيفاش كومون رونتابيليزي حنا كيفاش خصنا نربحوا من خلال هذه التظاهره حنا نقدر نقول لك انا قلتها وقلت راه يمكن في المغاربه لان شويه طرح لي نفس السؤال قلت لهم ما تخافوش راه اذا تعبئنا جميع يمكن هذه التظاهره غادي تقام عندنا بصفر درهم الا ما ربحناش فيها بلاهيك على الصوره اللي غادي نعطيو للمغرب الى اخره اليوم عندنا نعطيك مثال الا خلصنا 320 مليون ديال الدرهم في يعني في الدوره كلها عطينا غير النص ديالها دابا الا راهنا على 100,000 سائح اللي غادي يجي وممكن نقدر نقول لك اليوم كاين غير طلب غير ديال المانيا تقريبا ديال 40 او 50 الف سائح غير المانيا بوحدها تصور 100,000 سي ليسبيرونس سي مليار ديال الدرهم وي 100,000 اوكي واخا ديكلاراسيون اللي قلتي 100,000 نقدروا نصوموا 100,000 مي 100,000 لا كوب دي موند راه مديوره ما كاينش لا بارسا لا ريال وكانت البارسا والريال يمكن ما غنربحوش بالشكل اللي غنربحوا اليوم لان شكون الجمهور اللي كيجي جاي البايرن البايرن في المانيا المانيا بلد الاقل اللي اقل يعني اللي تمسقل بالازمه يعني كاين بوفوار داشا okay. الاولى الثانيه الا مشيتي للبايرن يعني التيران ديالهم افيشي تقريبا كومبلي في العام كامل 100% يعني كاين جمهور يعني كاين محبين ديال الفريق اذا هذا غادي يخلي فعلا كاين واحد تبع اش دابا اللي كنقول لك فعلا حنا دابا كن 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 يعني كنحاولوا نعتمدوا هذه المعطيات ولكن كنقول لك هي خاص تعبئه ديال الجميع تعبئه ديال الصحافه تعبئه ديال المواطن العادي لان خصو يعطي ديك الصوره فعلا اللي خصنا نوصل للمغرب اللي بغينا فعلا نحولوا فيها اكادير نحولوا فيها مراكش يعني الوجهات السياحيه لان فعلا كاين بنيه تحتيه سياحيه يعني هامه اذا هذه الوقت اللي غادي نقويوها وهذه الوقت اللي غادي نعرفوا بالمغرب من خلال هذه التظاهره واخا علاش تهزات تيران مراكش وكادير انا قلت لك علاش لان يعني لا كاباسيتي داكوي يعني ليزوتيل يعني كاين توريستيك حتى الاسره لا حتى الاسره يعني الطاقه ديال او العدد ديال الاسره هو مرتفع جدا في بالنسبه لمراكش واكادير لا كوب دي موند غدوز في التلفازات المغربيه اكيد واخا تيلي غدوز في التلفازات اخرين ساتليت هذه دابا الاخوان بحثت كيقول واحد الخلط هو شوف لي دروا تيليفيزي سون ديتوني بار الفيفا هذه معروفه في اي تظاهر بحال هكذا راه كتمشي بحال اي بوي لو ديفيزور ناسيونال وي كاين هذا ديفيزور ناسيونال عنده لي دروا تيريستر وي اللي هو كينقل كينقلهم عندك اذا عندك من حقه مالو من حقه بور لي الوغ بور لي مارشي ديال باسكو يبغى سباس دي شوز اوتور دو لا كوب دو موند دي كلوب في المغرب Il y a surtout le football, ça on est d'accord. Il y a des matchs de foot, on est bien d'accord, mais il y a de la com, il se passe des choses qui sont la réalité qu'il faut, vous avez et normalement, le genre des règles, qui normalement qui compte les appels d'offres. Akid. Qui compte des appels d'offres, les kits d'aéro, les charikats qui jouent, qui clouent, qui attaquent, qui veulent faire des il y a eu des appels d'offres pour la Coupe du Monde des clubs. Nous avons fait ça parce que c'était vraiment quand il y a eu un travail. Ce qu'on appelle marché par dérogation. Exactement. Alors, c'est beaucoup plus les consultations. Nous avons fait la dérogation. Pourquoi nous n'avons pas le temps pour nous entrer dans les appels d'offres. Les appels d'offres. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une journée qui a été faite. Nous avons fait une journée qui a été faite. Nous avons fait une journée qui a été faite. Nous avons fait une journée qui a été faite. Nous avons fait une journée qui a été faite. Nous avons fait la dérogation. على اي اساس شوف الرساله اللي كاينه على اي اساس ان هذه العمليات كلها غادي تكون موضوع افتحاص غادي تكون لوبجي ديال لوديت جوست ابري اوكي باش ما فيهاش هذه ولا هذه بعدا اكيد دابا اليوم كاين هذا النقاش حنا كنحاولوا ندبروا يعني في حدود
الشفافيه الممكنه وكنظن بان غادي يجي الوقت باش هادشي كلشي غادي 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 يتخضع المحاسبه. دوك اوتور دو لا كوب دي موند ما كاين ما كاين لا هنا شكون اللي عارف كيفاش علاش انت دابا كتحاول ديك ما كاين لا ها زعما انا اللي غنحيدها ولا انت راه عقليه خص العقليه تحيدها وها باش فعلا باش نمشيو ها نمشيو ديريكت انا باش شي واحد اللي غادي غادي يكون سخي نايف باش يقول لك لا ما كاين هكا ولا هكا الله اعلم كنطلب الله يصاب وصافي هادشي اللي كاين انا كنقول لك المساله راه ماشي ما كتكونش فيها بوحدك ما كتشوفش تبع التفاصيل ولكن انا كنهضر لك حنا حنا امام عقليه واش هاد العقليه اليوم مستعده باش ما يكون لها ها ولا ها نهار توصل نخدموا على العقليه غادي نربحوا اما انا ولا انت راه ربما ما كنسوا والو في هذا الكون. دي كيسيون سطوع 035 300 غادي نحاولوا غنديروا مجهدنا باش ندوزوا الاغلبيه معنا هذا الصباح لا يتخدعوا. راه هي شكون ناديه؟ ناديه صباح الخير ناديه. لاباس وين ناديه؟ لاباس عليك بخير؟ صباح الخير سي صافا لاباس عليك؟ صباح النور ناديه مرحبا تهضري مع محمد اوزين وزير الشباب والرياضه كيسمعك. صباح الخير سي الوزير. اول حاجه راك شرفتينا بزاف بالجودات ديالك اللي قمتي بها. الشرف ليا. بارك الله فيك سيدي والحمد لله الرياضه راها تقدمت بزاف في المغرب. ماشي بزاف باقي. ايوا المهم معايا ماشي. يلاه بادي يلاه شوف يلاه كنحطوا الاساس يلاه كنحطوا الاساس. حسينا بالرايه المغربيه تتهز في البلدان الحمد لله. وما بين هاد الرياضات انا عندي ولدي عنده 15 سنه راه عزيز عليه بزاف الرياضه الميكانيكيه وباغي يكون بحال مهدي بن لاني اللي شرف المغرب في الميريكان وهز الرايه المغربيه. هو فين نادي من خارط؟ فين نادي؟ هذاك الشيء سيدي اللي بغينا نعرفوا الى نادي هو من خارط باش ان شاء الله الشباب المغرب حتى هما. لا لا انا كنطرح سؤال الى نادي هو من خارط اللي من خارط فيه هو واش مقيد في شي كلوب مقيد ولا مقيد شي كلوب؟ انا سيدي ما عرفتش اللي واش مقيد ولا مقيد هذاك الشيء علاش انا طرحت ولا لا نادي وبلاتي وبلاتي لا لا نادي باش نعاونك خصك تقول لي على الاقل واش مقيد الا كان مقيد نشوفوا المشاكل اللي كاينه الا ما كانش مقيد نشوفوا فين غادي نقيدوه. نعم ما عاونتينيش باش نعاون. على ولدي يا سيدي لا ما مقيدش سيدي. داكور ما مقيدش داكور خاصو يتقيد. داكور ما تفهمناش داكور. الوغ شوف اش غادي دير؟ صيفطي ليا غير صيفطي ليا لي كوردوني ديالو للمكتب بالسميه ديالك وتكتبي فيه لاله ناديه وي وصيفطيه ليا وانا غادي ندير لازم ان شاء الله نشوفوا. حنا ماذا بينا؟ شوف حنا دابا اليوم راه كنوسعوا القاعده ديال الممارسين ماذا بينا نلقاو ناس اللي باغيين ينخرطوا في اصناف رياضيه حنا مستعدين نعاونوهم. ولكن لان البيت ديالو كله معمر بالصور ديال السي بناني مهدي وكل شيء طيب عاشق الرياضه بزاف. لا لا غير يجي ويديو يتصور مع السي بناني ويجلس معاه ويكون صاحب تتخيل. دابا خصك كل شيء سي الوزير خصك كل شيء ماشي غير اللي عيطات ماشي غير اللي عيط لا بلاتي خص كل شيء. لا خص كل شيء ولكن شنو بغيتي شنو بغيتك تفهم من هذا الشيء؟ انا فاش كنقول لهذا الجيل عندي معنيتها ان اي واحد يعني عنده رغبه في هذا الشيء يتم الاتصال بنا. المكاتب ديالنا مفتوحه ورا الهواتف ورا الفيسبوك ورا ما كاينش اشكال يجي وكنعاونو. انا راه يوميا كندير هذا الشيء راه ماشي غير واخا. اوكي ميرسي نادية. محمد سعيد تطوان صباح الخير. صباح الخير سي مومو. لاباس عليك اخويا بخير؟ لاباس خويا الحمد لله انت بخير. مرحبا اخويا محمد وزين وزير الشباب والرياضه كيسمعك هضر معاه. سي الوزير صباح الخير ومرحبا بك في طراديو. الله يطول عمرك بن امين. عندي واحد السؤال في كره اليد سي الوزير. هاد السنة هادي سمعنا بلي الوزارة غاد تسحب الدعم ديال تأمين جميع الأندية ديال كرة اليد. لا ماشي صحيح. نجاوبك ولا عندك سؤال آخر؟ واخا إذا بغيتي نجاوب نجاوب. لا ما ماشي صحيح لأن فعلا كان 300,000 اللي كنخرج حرمتيهم حرمتيهم خرجتي عليهم حيت لهم لاسونس حشوم عليك. لا بدات 300,000 يعني غريب الانسان اللي كيشوف هذا الرقم هذا يعني وكيوقف عليه أو يتيقو يعني غريب. 300,000 ما عندناش حنا بدات 300,000 ممارس في المغرب. حنا اوني 250,000 ليسونسي. نقول ليسونسي يعني مرخصين. واخا. اذا باش نقول لك بعد التناقض اللي كاين في العنوان، اذا كان 300,000 رياضي فانا غير معني بها. واذا كانت 300,000 مرخص، اولا 300,000 ما عندناش، وثانيا ما جيناش باش نحيدوا هاد الناس، حنا جينا باش نعاونوهم. الدليل ان لاسيورونس ديالو راه الوزاره اللي كتخلصها، الوزاره اللي منخرطه فيها. هذو خصو يعرفوها. واخا. والعقده معاهم غتسالى في 19 في هذا الشهر. باش تدخل الجامعات اليوم لان حنا درنا واحد الاتفاق مع الجامعات من هنا لقدام لا بريزون شارج ديال ليزاسيونس الجامعات هما اللي غيتكلفوا بهم ماشي الوزاره. دابا الناس يمكن سمعوا هذا الكلام هذا وقع الخلط لان فعلا حنا كنعطيو منحه للجامعات من خلال ديك المنحه اللي كنعطيو هما غادي يتكلفوا يعني بالاسيونس ديال بالاسيونس. دابا بقى لنا اشكال هو اوني اون تران دو نخدمو سوغ ان سيستيم دو دافورماسيون بور سونتراليزي لونسومبل ديال ليسونسي او نيفو ديال الفيدراسيون. اوكي عندنا دابا لان خصو يكون عندنا ان دوا دو روكار باش كومسا يكون عندنا في هاد لو سيستيم دافورماسيون يكون عندنا واحد الرؤيه على يعني المجموعه ديال اولا كنقدروا نضبطوا شكون هما العدد ديال المنخرطين بالضبط وكنقدروا فعلا نضمنوا حتى الحقوق ديالهم. واخا
اي دابا محمد سعيد انت بروف ديال 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 الهاندبول ياك؟ اه سي مومو انت بروف ديال 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 الهوند؟ اه نعم بروف ديال الهوند. دونك دابا هو خاصو يمشي فين؟ لا الجامعه دابا سي سعيد انا غير 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 باش تفهم الكلام ماشي صحيح لان العقد كما سمعتي دابا العقده اللي درنا اللي كنا كنديروا لي زاسيونس كانت كدير الوزاره تنتهي ان شاء الله في 19 في هذا الشهر ابتداء من 20 في الشهر راه الجامعه هي اللي غادي تتكلف بلا 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 بالتامين. علاش؟ لان حنا عطينا المنحه وديك المنحه كاينه لا ريبيك اللي كنعطيو فيها واحد يعني واحد الجانب اللي كيهم هذا. دابا ماشي المشكل اللي عندي في التامين، المشكل هو خصكم تقدوا لي ديك الجامعه الله يرضي عليكم. السي الوزير واحد السؤال اخر اذا سمحتي لي، ولا نقدر نقول لك هذه مشكله كاينه في كره اليد المغربيه؟ صحيح تفضل. العقد اي لاعب ديال كره اليد المغربيه كيعتمد على جوج صور ونسخه من البطاقه الوطنيه. ما كنظنش كاينه شي رياضه في المغرب كيعتمدوا على جوج صور ونسخه ديال البطاقه الوطنيه باش زعما العقد ديال اللاعب. اللاعب ما عنده لا مده ديال العقد ولا شحال يبقى مع النادي ولا حتى شي حاجه. النادي كيقول لك جيب لي جوج صور فوتوكوبي ديال كارت ناسيونال، راه الكونترا ديالك كاينه باش تقدر تلعب. انت ما كتشوف كونترا ما كتعرف راسك شنو كاين شنو هي المده. صح شوف سي محمد سعيد، دابا حنا كنشتغلوا على هادشي. انا عندي ما بين ما بغيتش نقول الجامعه ديال كره اليد، عندي معاه واحد المشكل صغير كي كيهم التنظيم، كيهم التنظيم وكيهم واحد المجموعه ديال 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 يعني ديال ديال لان ما تنساش ان كاين مكتب معضي وكان كان فيدرالي البيو فيدرال اونسيان كان فعلا كان دبر بواحد يعني الامور بواحد الشكل معين. اليوم كنحاولوا نعاودوا النظر في داكشي باش نحطوا واحد التدبير اللي غادي يكون عصري واللي غادي تكون فيه يعني غادي يقدر يواكب هذا الطموح ديالنا. ولكن هذا الشيء راه ايضا حتى هو الواجب ديالكم. راه حنا شوف حنا سي محمد سعيد كما كتعرف راه ماشي الوزاره اللي كدير هذا الشيء، راه انتم اللي كديروا هذا الشيء. حنا راه غير كنصاحبكم وكنرافقكم. اذا فاش تكون مشاكل بحال هكا نقدروا نجلسوا نهضروا عليها، واخا غير ولو ان بحال كتكون مشاكل كنهضروا كتقولوا الوزاره كتدخل، راه ما بقيناش كنعرفوا شنو غنديروا. الا كانت مشاكل بحال هكا كتهم اللاعبين نجلسوا نذكروا عليها. ولكن انا كنوجه لكم نداء وخصوصا الاخوان يعني الغيورين على هذا الصنف الرياضي المحبوب والمميز اللي هي كره اليد، انهم فعلا ينخرطوا في هذا التوجه باش نخرجوا من هذا الباب المجدود، لان بغينا نشوفوا كره اليد فعلا حاضره لا وطنيا ولا اقليميا ولا دوليا. هادشي شكرا السي الوزير. واذا كان مسموح لي انا نقدر نعمل واحد الرساله وغنرسلها للسيد الوزير على واحد النادي كاين فيه واحد المشكل. مرحبا. واحد استاد اللاعبين السي الوزير واش لهم صداع؟ لا اسمح لي السي مومو، كاين طرد ديال استاد اللاعبين من النادي وبعدم ما عطاوناش الوراق ديالهم، اجراو عليهم وباش تعطي لهم الوراق كيقول لك هذيك الشغل ديالنا حنا كنعطيو الوراق لمن ما بغينا وما كنعطيهمش لمن ما بغينا. يلا صيفط لي وانا غادي نشوف داك الشيء. يكون خير اخويا سميز جو سي كو وي سي باي فينانس صاد ان اوتر اكستري عاوتاني على قبل لاباني باسكو راه يدخل الحال سا مارش. فيرسون لايف اون بليس. والناس غير باش راني فيا قنصاد صافا مارشي صافا قنصاد راني قرني قنصاد خاصك تاكل لاباني راني فيا قنصاد. دايوغ على قبل وزاره الشباب والرياضه يعني اليوم ما بقيناش كنشوف لاباني. علاش؟ سي فغي لا ماشي غير لاباني ما بقيناش كنشوف، بزاف د الحوايج ما بقيناش كنشوفو لاباني، ما بقيناش كنشوفو جابان كولوبان. سي با سي سي نيتي با كيسيون سيريوز. كنشوفو حتى ذاك اللي كان كيدوز في الزناقي فاش كنا صغار كيقول بيا باقي القراب ولينا كنشوفوها في مراكش حتى هو ما بقاش هذاك قلاو شويه مي باقين. اي باقين القراب ديال الماء قرب ديال الماء بيان اكزاكتومون لا باقين. اي اجوا الغيا حتى هو ما بقاش باقي. لا دابا دخل قناوه ما بقاوش هما باقين. لا باقين قناوه. لا كاين فرق. علاش كنهضر اللي كان على الطريقه باش كانوا لا اللي كانوا اللي كيدوروا الزنقه اللي باقين هذوك. لا هذوك ما بقيتش كنشوفهم انا بزاف. باقين ما بقيتش كنشوفهم بزاف. باقين لا باقين باقين كاين. اوكي ومن قوه ما كاينين نجيب لك دابا توت سويت واحد كاع. يلا يلا بغيت دابا نجيب لك واحد القناوه ندير لك واحد الفال ديال فال الخير ديال القناوه توت سويت. وما تخليش ما تقولش نورمالمون دابا توت سويت باسكو كاين كيدوز كل صباح من هنا من حدا ايت راديو كل صباح وكل جمعه كيجي كيطلع كيدير لنا شي حاجه شي فال الخير وكيمشي. والنهار اللي دار الفال المهدي بناني صدقات لي الامور دار الفال المهدي بناني داكشي صدق ليه. كاين دينا شي فريق من نجحوا في هذا الكوب دي موند ندير ما تعرف مثلا اكزاكت دابا الحقيقه الفال المغاربه ماشي ليا الفال اكزاكتومون سي سا. وطلع جي دير الفال شو تيان 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 تو سويت. شباب الرياضه
الشباب والرياضة والشباب 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 والرياضة. شكرا. ميرسي بوكو. كي داير مولاي حبيب؟ بخير شحال لاباس؟ السلام عليكم. قول لي قول لي قول لي قول لي اش بغيت تقول لي؟ قول لي شي حاجة. راه وزير الشباب والرياضة. الرياضة عندنا مشكل فيها. صحيح اتفق معك. مشكل فيها هو اتفق معك. شي بعض الخطرات تكون عندنا شي بعض العدائين هما اللي تكونوا تفرحونا الصراحة. عندنا لا كورة، ما عندنا لا بوكس، ما عندنا والو. صحيح. عندنا بدر هاري شوية في كيك بوكسينغ. الكيوان. صعب بحال سيدي موسى سلالة كان تبارك الله درها شي طيارة. تما ديني فريلا طيران واخا واحد من تما يحطها في الاولمبياد والله العظيم لما كان الميداليات الذهبيين واخا سيدي موسى عجبوني العدائين ولكن ما بقاوش خلفي لكن سيدي موسى مزيان راه نجي نقلب صار قلب مولاي يشرف تما تلقى الدراري ديني فري طيران حابه ولكن ولكن العب في راه ماشي ديني فري هذوك راه كيجريو بصح والطيران يا اخي اللي قديم من هنا تحطوا لهنا عليك تحط ديني فري الحومه شكون غادي تفنتيه حيا يا ما تخنوش من الاولاد بحال شحال عويطه ونول مزوكي والله بالله العيال عاد حياه الشعبيه توحشنا ديك الوقيته ياك ها توحشنا وتوحش هذوك الناس واخر واحد هو يسمى قروز من قناه القوا العداله انا كنت فرحان جابوا لنا الميداليه اذا فرحنا بزوج ميداليات وفي والله يصاوب لي فالخ يا ربي وييه وييه شباب الرياضة والله يحسبنا تبارك الله عليك والله العظيم المغرب أمور مزيان الحمد لله حنا شوية عزيز علي عداء حتى أنا كنت عداء وكنت نحلم نكون عداء ولكن ما أنا كنت قربنا تقريبا 40 متر ولا 50 متر ونقول لي سبع علاقة تشيك أنا بتخرفين ولا تصرفين شكرا لك أخويا شكرا لك ماذا تصرفين قبل تصرفين لا لا والو كنت خافنا تصرفين كنت ضربوا هنا كنت دولة ذيك الساعة حطوني في الكارو 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 ما كان طيطي الله يحفظك ميرسي بوكو شكرا لك شكرا لك صفو عليك شكرا بارك الله فيك شكرا دي كيستيون اللي طرحوها على الفيسبوك خليل قال لك علاش ما قدمتيش الاستقاله ديالك مني ما دار المنتخب والو انت دابا هذا هو الاشياء الخاطئه انا غنقدم الاستقاله ديالي انا نفشل شي حاجه واعطوني خويا الجامعه انا ندبرها واعطوني واحد الحق على على على, على المدرب واعطوني حق على الفريق وديك الساعه نستقل وانا ما كندغ ما عندي الحق القانون كيمنعني يعني ما ندخل لا في فريق ولا في جامعه ولا في اختيار ديال المدرب ولا في اشياء تقنيه ولا تكتيكيه وغادي نستقل هذا يعني اسمع لا اسمح لي كلام غير مسؤول انا اعطيني انا عندي الجرأه وعندي الشجاعه باش نستقل فاش نفشل في شي حاجه اللي فعلا كندبرها العلاقه ديال الوزاره مع الكره حنا غير كندبروا لهم يعني كنعطيهم كنفوضوا لهم باش باش باش, باش يعني يسيروا ويدبروا واحد الزلف رياضي معين وبالتالي يعني في مسائل تقنيه وتكتيكيه ما يمكنش ندخلوا فيها. سيمو قال لك اللي فراس جمال فراس جمال. متفقين. علاش؟ عرفتي اش قال؟ علاش زعما قال؟ صافي راه فراس كل شيء صافي علاش بلا ما نعاودوا صافي راه فراس جمال فراس جمال. واخا سيدي كان معنا البارح باغي على قبل عرفتي باغي الاغنيه ديال اللي هي لو هيت اوفيسيال دو لا رونتري سكولير. واو 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 بغينا المدرسه بغينا نقراو. السؤال ديال باري ديال البارح. هادشي اللي غادي نقول دابا بعدا دغيا خفيف فهمتي. هاد الشيء ديال الرياضه عنده علاقه بليديكاسيون صافي ديال خاص واحد نبنيو واحد الناس يبغوا الرياضه الرياضه ماشي الناس واحد شباب تيبغوا الرياضه ولا دروغ بجوج وهذا مشكل كبير الله يعطيه الصحه صح لان مبدئيا الرياضه يعني يعني راه قيم ماشي غير كنت كنقول هذا دائما ماشي غير النتائج أي. يعني سا فيكول دي فالور وهي مبدئيا خصو يكون العكس يعني حنا علاش كنبغيو نوجهوا الشباب يعني للممارسه الرياضيه باش تجنبهم يعني من هذه الافات ديال المخدرات الى اخره ولكن كي مع كامل الاسف ولينا كنتفاجئوا كنلقاو رياضيين ايضا كيتعاطوا هذه الاشياء هذه وهذا شيء مؤسف لان ما ينساش هذا الرياضي بانه هو راه نموذج ماشي يعني ماشي غير في الرقعه ديال الملعب بل حتى خارج الملعب في علاقته حتى مع الجمهور ما كيشوفش راه كاين عنده واحد المجموعه ديال المعجبين زعما كيسيدونتيفي بارابور لوي اذا كيشوف راسهم فيه خصو يعرف انا عنده واحد المسؤوليه اذا شي حنا صغار كنا كنقراو الى عقلتي لا كيلوك لو كوليك كان الى عقلتي كان كيركب في العود ديالو شاد هذيك السيكا خلقت نقاش لان الاطفال اللي كيعجبوا اللي يعني المولعين به ولاو كيقلدوا وكياخذوا لا سيكا اذا خلقت نقاش وتبدل باش ولا العود بلاصه يعني كنعطيك واحد المثال داروا ان باي الو كنعطيك المثال بان فعلا فاش كيكون واحد اللاعب ولا كيكون واحد الرياضي اللي مرموق الى اخره يعني كرا ما ينساش بانه راه فعلا راه قدوه وراه كيحمل واحد المجموعه ديال القيم والمبادئ. بو سؤال في استطاع من دابا شي تراديو معنا الصباح شكون معنا؟ شكون بغا يسول؟ بونجور سمير وحاج بونجور مسيو المينيستر بونجور مرحبا بك في تراديو سي جونتي
تبعت الحديث je suis très près de l'évolution ديال le sport au niveau des fédérations. Vous avez parlé ديال توسيع القاعدة في les activités لان هذا هو الادوى المهم لان تلقاو جامعات تيتلعبوا هما بين الرباط والدار البيضاء. يعطيك الصحة. السؤال ديالي توسيع القاعدة ولكن تنشوفوا بأن السياسة ديالكم مع سعادة الوزير ما متبعش في خلينا المعهد الملكي لتكوين الأطر للامتحانات ديال الولوج السنة 2013-2014 ولا السنوات الفارطة بأن في الفيليير أونترينمون كاين لأن باش نديروا توسيع القاعدة خصنا ننجوا المدربين ولي زونكادرون. صحيح. تلقاو بأن لا ماجور بارتي ديال لي سبور اللي كاينين مرفوضين من في في في, في المعهد الملكي. دابا لحد الان الناس اللي غادي يدوزوا الامتحان واخا هما كاينين الناس في ليكيب ناسيونال افيك دي مويان مي الاداره ديال المعهد تتقول لك حنا ما عندناش اساتذه اللي يقريوكم. نقول لك واحد القضيه. نعم. هذا الكلام دابا اللي قلتي لي ما فخباريش. انا تنقول لك والسنوات الفارطه الناس دخلوا دي بالماريس اللي تيدوزوا الامتحان في سبيسياليتي باغ اكزومبل تنس وتيدخل تيقول له ما عندناش الاستاذ التنس ما عندي باش نخلصوا غادي دير الباسكيت ولا دير الفولي. واش هذا يعقل؟ لا لا يعقل. ولكن علاش ما كتوصلوا لنا؟ عشان هذا الشيء دابا اللي كتقول لي وسمح لي كتعرفني انا كنهضر بصراحه المعوده فيا هذا الشيء والله ما في خباري. انا بالنسبه لي باش غادي يجيو الطلبه يعني كيهضروا على واحد لا فيليير دوني وغادي يقول لهم لا ما كاينش الاساتذه يعني هذا انا كنعتبر ما تيقولها لهمش ما عندوش الحق يقولها لهم ما تيقولها لهمش لان مي في لا سيليكسيون ما تيتسيليكسيوناوش ما تيعرفوش راسهم علاش ما تسيليكسيوناوش. وعرفتي شنو مزيان انا كنشكرك على طرح هذا السؤال غادي تخليني غادي نرجع وغادي نشوف هذه القضيه على مستوى المعهد لان فعلا انا كنتفق معك ولا يعقل لان فعلا هذه المساله ديال واش لاحظتي سعادة الوزير واش هاد تيقول لك غادي يقراو لا براتيك هي الاساسيده اللي عندنا كاينين وراه انت فراسك خبرك شحال الاساسيده بقاو في المعهد ديال لا براتيك كلشي مشى فحالو. غادي نعاود شوف المعهد ان شاء الله انا غادي نطمئنك بان المعهد راه ورش ان شاء الله راه كنشتغل عليه وراه درنا كاين وين ريستركتوراسيون ان شاء الله غادي نقادو راه يمكن تكون سمعتي بها ان عندنا المعهد هنا بغينا درنا به دابا دي بول كاين بول ليبرجمون بول سبور بول سونتي اي بوي واحد واحد لو بول واحد لا ستركتور ديال لا ريشيرش ديال البحث العلمي في هذا الاتجاه هذا لان الرياضه ايضا اليوم حتى هي راه بحث علمي راه ماشي يعني راه كاين قدرات وكاين طاقات وكاين اللي غادي يمكن نعبئوا في هذا الاتجاه اللي بغيت نقول لك ان فعلا هذه النقطه هذه غادي نرجع لها لان ما في خباريش ولكن عندها نقطه عندها واحد الصله يعني كاين يون ارتيكولاسيون يعني واحد الصله ضربت ما بين هذه المساله ديال العمل القاعدي لان فعلا مع الجامعات انا الى رديت البال انا قلت لهم انا عفيتكم من النتائج ما بقيتش كنسنى الجامعات يعطيوني النتائج اكثر من بقيت كنسناهم انهم يوسعوا لي القاعده ديال الممارسين بمعنى ان اي جامعه وسعت لي القاعده الممارسين في واحد الحدود ديال 20 30 40% غادي نكون اسعد الناس. ميرسي اخويا كاين ما يدار والحمد لله على كاين ما يدار المشكل هو ما يكون ما يدار كاين خدمه وصل عامره بالخبز داكشي ها الخبز ها الكرواسا ها الشناك ها كلشي عطا الله. اون فير لو بورتخي ماروكان جوست افون ايتا لا دوموند الصباح على ايت راديو افيك البورتخي ماروكان محمد وزين وزير الشباب والرياضه. محمد وزين الا كنتي فيلم مغربي تكون شمن فيلم؟ كازا نيغرا. علاش؟ كازا نيغرا عجبني بزاف لان شفت فيه طبعا اداء جيد ديال الفنان الشاب انس الباز انس الباز وكان مع غيتا غيتا التهزي والاخراج ايضا المخرج المتميز والمتالق اللي هو السينور ديال الخماري فكان كيعجبني يعني شفنا دي سلايسز اوف لايف يعني دي ترونش دو في شفنا واحد تمثل الحياه لواحد واحد الشباب في مقتبل العمر وكذا على كازا نيغرا وكازا نيغرا فيها قراءات واش كازا نيغرا كيشوفها يعني من ديك يعني من ذاك الواقع المرير اللي كيعيشوا ولات الدار اللي هي بيضاء اللي هي الدار البيضاء ولات نيغرا ولات سوداء او يهضر على الدار البيضاء يعني في باي نايت في الليل اللي كيتحول النور ديالها للظلام ديالها. اذا فعلا كان في واحد المجموعه القراءات وكانت فعلا كان بينت لنا واحد المعاناه ديال واحد الشاب اللي في مقتبل العمر واللي في بحث عن الذات في جميع الاكراهات اللي كيواجه في المسيره ديالو طبعا كان اداء متميز. سي سبيسيال تهضر على كازا نيغرا كيف ما هضرتي عليها دابا سي حيت كازا نيغرا ماشي هو انا هضرت عليه مزيان. اذا كنتي اغنيه مغربيه محمد وزين اغنيه مغربيه اغنيه مغربيه الو كتعجبني واحد الاغنيه بزاف ولكن غناوها المغاربه ولكن الاصل ديالها ماشي مغربيه اللي هي الفياشيه. هي الفياشيه هي من روائع الشيخ بهلول طرابلسي واللي كيغنيها الصويري وكيغنيها واحد المجموعه ديال الفنانين واللي المغاربه واللي فعلا كتعجبني لان الفياشيه حيت المغاربه كيسمعوا الفياشيه وما كيعرفوش بان راه هي يعني نسبه الى الفيش زعما انا ما فياش الفيش والفيش عند المغاربه راك عرفت هي ما فياش العياقه ما نسبوباش كما كيقول الرمضاني.
اكستري باش تبين انك ما فيكش فيش ما فيكش سبوباج اكستري ديال الفياشيه محمد وزين نصبر على عيد خدو على قبل الاكستري ديال الفياشيه غني غني معايا انا ماني فياش واش عليا مني نخلق مزرزقي لاش والخالق يرزقني مني واش عليا وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه وما في التحقيق شكوك ربي نظر فيا وانا نظري متروك فالارحم والاحشاء من نطفه صورني انا عبد ربي له قدرات يهون بها كل امر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير محمد وزين في الغناء كون كنا حنا دابا في ذا فويس كرة دورت كرسي ماشي دورت كرسي جا أخرى لا ما فيهاش ماكش نجي عندك أنا بعدا محمد وزين وزير الشباب والرياضة كنت زنقة ولا شارع مغربي زنقة ولا شارع مغربي أي 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 سا سي أون كول عرفتي انا عندي واحد لو باركور ان بو تربيت واحد الباركور اتيبيك تولدت في الجبل في قبيله ايتلياز في افران تربيت في الرباط في لاج ديال 3-4 اون ولكن الزنقه اللي الزنقه والشارع اللي بقى في الذهن ديالي كاين في كازا زنقه الزموري شارع الزموري تضرب غلف يعني من احلى من الاحياء الشعبيه اللي في كازا كنت كنمشي عند جعمتي الله يرحمها وانا صغير وكان واحد واحد يعني ذكريات جميله ناس بسطاء ولكن كان فيهم واحد الكرم كبير وطبعا علموني واحد القضيه علموني بان فعلا الانسان الكريم كريم ماشي بالجيب كريم بالقلب وكنت كنمشي صغير وكنخرج وكتلقى دوك الباعه المتجولين دوك اللي مارشون بيلون حداهم مازالين اليوم كتمشي وربطت معاهم علاقات كيعقلوا فاش كيف كل صيف كنمشي عندهم كيعيطوا لي الرباطي جيتي والجزار كيعطيك طريف ديال الحوايج قال له سير دير ولد خالك شي طاجين ديال البطاطا وزيتون كما كيقولوا كازاوي شي جميله يعني كان شي جميله يعني كان واحد 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 الذكريات جميله جدا وكنا كنلعبوا في الليل عاوتاني في الليل كنا كنلعبوا قويدسات كره ديال التنس اللي ما لعبتهاش انت مومو لا لعبتها انت شويه انت شويه ولد ولد علي بانت ماشي ما لعبتيش هذا الشيء الله يودي قويدسات ديال الدرب التنيسه ماشي بكره التنيسه 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 صافي ما عليك صدقتي التنيسه بكره الميكا لعبنا حنا كره بالتقاشر ما كنتي كره بالتقاشر لا 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 التقاشر كتولي كره كان عندنا الليكس وزير الشباب والرياضه الا كنتي مثل مغربي الوغ مثل مغربي مثل مغربي سي واو سي غراف هادشي دابا فكرتيني في واحد ماميغ الله الله يذكرها بخير شاك فوا il me voyait sortir avec ce qu'elle pensait être des fréquentations critiquables il me sortait toujours واحد le proverbe bien sûr sur une tonalité de sagesse كتقول لي اللي ولدي اللي جاور القدره هي اللي جاور القدره يتلطخ بحمومها واللي جاور الصابون جاب نقاه بيان وي بروفيرب هذا ديال هادي 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 القديم ولكن دابا كاين دي بروفيرب جداد ما عرف واش شفتو هي اكتواليزي دي بروفيرب ديال الفيسبوك ولا لا اليوم يلا نقول لك الشطر الاول تعطيني الثاني يلا الا عطاك العاطي لا الا عطاك العاطي مازال ما تواطي الا عطاك العاطي لا تكليكي لا تشاطي لا تكليكي لا تشاطي اوكي واخا هذه فيرسيون فيسبوك بيان الى كنتي ماكله مغربيه غادي تضحكوا عليا اللي قلتها لكم قول لي ما تضحكوش عليا الطبق المغربي اللي كان كيعجبني وانا صغير هو العدس والسردين سي بون سا سي تري بون السردين مشرمل السردين ديال مشرمل هذوك السردين دوبل روشارج هذاك اللي كان سميتو بيلوفاس هذاك واحد النهار كنت عندي مع واحد القصه كنت كنقري في واحد المدرسه يعني كول انترناسيونال وكان كنقري مع واحد صديقي اللي امريكي راين وواحد النهار جبته باش يتغدى معايا وعيطت على الوالده قالت لي ولدي راه دايرين غير العدس و السردين والسردين قلت لها شنو ماذا بيا ياكل هذا قالت لي ولا انت جاي بالضيف قلت لك لا والو غادي يجي لي هذيك الماكله المفضله فاش مشينا فعلا فاجئني هو بواحد التعليق ديالو انه هو كيتغدى معايا وداك الشيء قلت لها الوالده راه بقى فيها الحال زعما ما عطاتكش ويقول لي اتس اوكي اتس فري سي بون تو بيان ما خلصش راه مزيان ما خلصش راه هذه عقليه اخرى ميرسي بوكو شكرا لك محمد وزين وزير الشباب والرياضه الله يعاونك كوراج بطرش عندنا المره الجايه هادشي كامل اللي قلنا في الاول ديال 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 ليميسيون ديال الانترفيو هاد الصباح اللي قلنا بانه هو راه مازال وباقي هذا نتمنى عليه يكون دار
ما عندناش الخيار. لا ما عندناش الخيار فعلا. كان واحد الاكراه واعطيني الثانيه. انا مزوق فيك لان خصني نوصلها للمستمعين الكرام. لان شوف انا ما كنشتغلوش بوحديتنا. كون كنشتغل بوحدي كنخرج بسرعه، ولكن كنشتغل بواحد بعلاقه مع واحد مجموعه ديال القطاعات. هذا هو اللي كيعطلنا حتى باختلاف واش كنعطيو واحد التاريخ وفعلا كنبغيو نلتزموا به. كنلقاو في ان فعلا كاين اشكال مع اطراف اخرى اللي ما كتسيرش معنا وما كتمشيش معنا في هذا الشيء. وانا كنقول لك وكان وقلتها ما عنديش ما يكفي من الشجاعه باش نقول الله يهدينا. يعني حتى يعني كاين واحد العقليه ديال اللي كتمشي بواحد عندي واحد هذا لونتور ادمنستراتيف هذه خاص يتعاود فيها النظر باش يمشي الامور يعني باكثر بسرعه اكثر. يكون خير. شكرا مسيو المينيستر جونيس سبور محمد اوزي. ايت راديو. ايت راديو. ايت راديو.